السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا جميعا بخير. سينيورز تانية ثانوي 25. في فيديو النهاردة المفروض هحل هوم ورك شابتر 2 ليسون 5، تحديدا على المينيمم ديفيجن، لأن ليسون 5 ده متقسم نصين. البارت الأولاني بنتكلم عن المينيمم ديفيجن، والبارت التاني بنتكلم عن الفين بريزم. فالفيديو بتاع النهاردة ده حل الهوم ورك بارت 1 على المينيمم ديفيشن فقط. فهنحل اسئله الهوم ورك لحد بس اسئله المينيمم ديفيشن، يعني قبل الفين بريزم. وهينزل لكم فيديو بالبارت الثاني تكمله الهوم ورك ومراجعه الفين بريزم. فانا دلوقتي هبدا بالريفيجن على المينيمم ديفيشن. طيب نبدا كده بسم الله. يعني ايه يعني سريعا كده بنفتكر هو يعني ايه مينيمم ديفيجن؟ يعني الالفا هتكون مينيمم. طب تعالى فكرنا كده، الالفا دي كانت فين؟ والله كان اللايت بيخش في باي 1. الكلام اللي انا بشرحه ده يا جماعه ليسون 4، ليسون 5 بيتبني عليه خلاص. فاللايت كان نازل بفاي 1، عمل ريفراكت بثيتا 1، فطبعا ثيتا 1 اصغر من فاي 1 تمام، لان زي ما قلنا ان اللي بره اكبر من اللي جوه، وعلشان كمان اللايت داخل في دنسر. طيب بعد كده اللايت مكمل في طريقه، فراح عامل كمان فاي 2، واتفقنا الفاي 2 دي بنقارنها مع الفاي سي عشان نعرف اللايت عنده احتمال من الثلاثه، لان اللايت كده جوه دنسر فهيعمل احتمال من الثلاثه عشان يطلع للرير. فده احتمال من الثلاثه، لان هو طلع بره ريفراكت اواي فروم نورمال بسيتا اسمها سيتا 2 اللي هي الاميرجنس. طيب والابكس انجل زي ما اتفقنا هي الانجل بين السايد اللي داخل منه اللايت والسايد اللي خرج منه اللايت، الان والاوت. فالمفروض ان الابكس هي مجموع الانجلز اللي جوه اللي هي ثيتا 1 وفاي 2. طيب الالفا بقى لو فاكرين هي الاكستنشن بتاع اللايت وهو داخل والاكستنشن بتاع اللايت وهو خارج. امتداد ده وامتداد ده يكون لك ايماجينري انجل اسمها الفا. ليه هي ايماجينري او تخيليه؟ لان دي احنا تخيلنا ان لو اللايت كان مكمل كده في طريقه ده، لو بقى لو كمل، بس هو ما كملش، هو عمل ريفراكت. لو كمل في طريقه فهو حود بانجل كام عشان يخرج؟ الانجل بقى دي اسمها ايه؟ اسمها ديفيجن الفا. معنى ان الالفا توصل للمينيمم، معنى كده تعالوا بقى نروح للجراف المشهور في الليسون ده. معنى الالفا توصل للمينيمم يعني احنا حققنا اللي حصل في الجراف ده. الجراف ده بتوين الالفا والفاي 1، فاي 1 اللي هي الانسيدنس طبعا. ففضلوا يلعبوا لعبه ان الفاي 1 تفضل تزيد عن طريق ان البريزم ده حطوه على روتيتنج تيبل او روتيتنج ديسك. فالديسك قعد يلف فوق والبريزم اكيد بيلف. فالفاي 1 في البدايه كانت صغيره عند البوينت دي، وكانت الالفا كبيره جدا. سوري، كانت الالفا هي اللي كبيره جدا، يعني هنا الفا ماكس وقصادها على طول فاي 1 صغير. فضلت الالفا تقل 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 طول ما الفاي 1 عماله ايه؟ عماله تزيد لحد ما وصلت للمينيمم الفا، او هنسميها الفا نود، الفا او. عند المينيمم ديفيجن حصل ايه بقى؟ هقرا كده ايه؟ ايه هي مين؟ الانجل ايه هي الالفا نود اللي هي مين؟ اللي هي المينيمم ديفيجن. والانجل البي هي الفاي نود اللي هي الفاي اللي عندها حصل مينيمم ديفيجن. يعني فاي 1 فضلت تكبر لحد ما وصلت الرقم ده. الرقم ده بقى هو فاي 1 معينه برقم معين اللي هو يحقق لك الالفا المينيمم دي اللي هي ايه. وبعد كده الالفا تفضل تزيد 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 لحد ما ترجع تاني للانيشيال فاليو اللي هو الماكسيمم فاليو، بس ده عند طبعا فاي 1 كبيره جدا. حلو كده؟ يبقى احنا لاحظنا في الجراف ده ان في جزئين في الجراف ده. الجزء الاولاني ان الالفا بتقل لحد ما توصل للمينيمم، وهو ده اساس الاسم بتاعنا. الجزء الثاني ان الالفا تفضل تزيد لحد ما توصل للماكسيمم. طيب وبعدين بعد انا كده ما كشفت ان انا في منطقه المينيمم ديفيجن، ايه الفكره؟ الفكره ان هنلاحظ ان الانجلز اللي جوه البريزم هتساوي بعضها. ده امتى الكلام ده؟ في المينيمم انجل اوف ديفيجن اللي هي الالفا نود او الالفا مينيمم. هيحصل عندها معنى ان انت وصلت في البوينت دي في الجراف عند البوينت دي بالظبط، معنى كده ان الباي 2 قد سيتا 1 ايكوال سيتا نود. فالاثنين دول هيساوي بعض بسيتا نود، يبقى اللي جوه هيبقى سيتا نود، واللي جوه واللي بره
هيساوي بعض برضو، فاي 1 هتساوي سيتا 2 هتساوي فاي نود، يعني اللي بره فاي نود واللي جوه سيتا نود. فالفاي 1 هتبقى فاي نود والسيتا 2 هتبقى فاي نود، ولكن اللي جوه البريزم هتبقى سيتا 1 وفاي 2 هما الاثنين بسيتا نود، يعني سيتا 1 هتبقى سيتا نود وفاي 2 هتبقى سيتا نود، يعني الاثنين قد بعض. فالريفراكشن لايت راي از بارل تو ذا بيز، دي من العلامات اللي بتميز المينيمم. اول ما يقول لك الجمله دي في المساله ان الريفراكشن بقى بارل زي ما انت شايف كده، بص الريفراكشن لايت راي هو بارل للبيز بتاعت البريزم، فده معناه على طول ان اللي جوه قد بعض واللي بره قد بعض، معنى كده ان اللايت في المينيمم ديفيشن. وكمان لو قال لك كلمه ديسبيرجن اوف وايت لايت، ما هي دي فايده المينيمم ديفيشن بقى، انه يشتت او يقسم الوايت لايت لسبع الوان اللي هم الروي جيفز. طيب انا دلوقتي لما كشفت وعرفت ان انا في المينيمم يبقى لازم اللي جوه يكون قد بعض بسيتا نود واللي بره يكون قد بعض بفاي نود، وطبعا واضح ان فاي نود هتكون اكبر من سيتا نود لان اللي بره دايما هو الكبير. ماشي، تعالى بقى نجيب فاي نود لوحدها. فاي نود هتكون الالفا بلس الابكس اوفر 2، والسيتا نود هتكون نص الابكس. فانت لو عايز تجيب ان بريزم الكبير على الصغير، يبقى ساين الفاي نود عشان هي الكبيره على ساين السيتا نود اللي هي الصغيره. طبعا انا فكيت الفاي نود هتبقى الفا بلس ايه على 2 للابكس على ساين السيتا نود اللي هي ساين ابكس على 2. فده معناه ان انت لو عايز تجيب ان بريزم هيبقى لازم يكون معاك الفا وابكس بس، يكون عندك اتنين جيفن بس في المساله يجيبوا لك الان بريزم اللي هي الريفراكتيف اندكس اوف بريزم. خلي بالكو انا براجع مراجعه سريعه وفي نفس الوقت تفصيليه عشان الناس تستفاد باذن الله. طيب حته بقى الديسبيرجن، يعني لو قال لك وايت لايت ديسبيرجن تفهم برضه ان اللايت كده في المينيمم ديفيشن. طب ودي نستفاد بيها في ايه؟ طبعا الان بريزم زي ما قلنا هي ساين الكبير اللي هو فاي نود اللي هي الفا بلس ابيكس على 2 على ساين السيتا نود اللي هي ابيكس اوفر 2. اللي هنلاحظ حاجه ان الريفراكتيف اندكس برضو بتساوي، وده الكلام ده قديم، بتساوي الكبير على الصغير في الفيلوسيتي السي على الفي. الفي بتاعت البريزم اصلا لو رجعت الشابتر 1 هي اللمده في الفريكوانسي او الويف لينث في الفريكوانسي. فانا عايز اثبت ايه بس؟ عايز افكرك بحاجه، لان ان عكس الويف لينث. بص الدائره الحمراء دي الان فوق الويف لينث تحت. ويف لينث مين؟ اللايت جوه البريزم. والان مين؟ الان بتاعت البريزم. يعني انت لو جبت غيرت البريزم بتاعك لان اكبر شويه، يعني الماتيريال جبتها اتقل شويه، الجلاس بتاعك بقى تقيل شويه، يبقى الويف لينث بتاعت اللايت جوه التقيل ده هتكون صغيره. دي الفكره. طب وهتلاحظ حاجه تانيه ان الان والالفا برضو دايركت مع بعض، فكل لما جبت ماتيريال قويه من الازاز الديفيجن هيزيد بتاع اللايت هينحرف اكتر. يبقى كل ما تستخدم كولر ويف لينث قليل في ماتيريال قويه الديفيجن هيزيد. فهتلاحظ حاجه ان الالفا والويف لينث انفرس مع بعض، ادي الالفا وادي الويف لينث هيكون انفرس لان الالفا والريفراكتيف اندكس دايركت مع بعض والريفراكتيف اندكس والويف لينث انفرس مع بعض. فده يوحي لك بايه؟ طبعا ده ويف لينث الكولر اللي جوه البريزم. فده يوحي لك ان انت دلوقتي الوايت لايت دخل اهو، ده نعتبره وايت لايت داخل على البريزم، حصل له ديسبيرجن اتشتت زي ما انت شايف لسبع الوان، ريد جرين بلو انديجو فايلوت لحد الفايلوت مثلا. فهتلاحظ ان الريد هيعمل لي مينيمم ديفيشن، ولكن بص مثلا البلو هيعمل ديفيشن اكبر. فده راجع ليه بقى؟ راجع للويف لينث، لان ويف لينث الريد اصلا كبيره جدا، يبقى الالفا تكون صغيره جدا. يبقى الفكره ان الالفا عكس الويف لينث، وويف لينث البلو هتكون اصغر، فلازم الديفيجن بتاع البلو يكون اكبر، عشان كده مايل جدا الديفيجن بتاع البلو عن الريد، فالريد هو اضعف او اقل ديفيجن فيهم كلهم. تمام. وطلعنا كمان بنوت مهمة جدا برضو، ان انت لو عايز تحسب الالفا نود
ومش معاك الان او مش معاك الابكس، فتقدر تحسبها بالقانون ده 2 فاي نود ماينس الابكس. ده كان قانون مين؟ كان قانون الالفا نود المينيمم ديفيجن. لو معاك الفاي نود اللي هي الانجل اللي بره هتضرب في 2 وتنقص الابكس. طب ليه ضربت في 2؟ لان المفروض اللي بره قد بعضه، اللي هي المفروض فاي 1 ايكوال سيتا 2، وتنقص منهم الابكس. اوكي، وما تنسوش طبعا الابكس بقت السيتا نود، او سوري الابكس هي دبل السيتا نود، دبل السيتا نود. والسيتا نود معناها هي الانجلز اللي جوه اللي هم فاي 2 وثيتا 1 هيكونوا قد بعض في سيتا نود. بس كده ماشي. طبعا لو احنا عايزين نجيب الكريتيكال انجل هنقسم الصغير على الكبير، لكن لان البريزم اللي قدامكم دي هي الكبير طبعا على الصغير. بكده يبقى احنا كده عملنا سمري سريع يغطي المينيمم ديفيجن. تعالوا بقى ندخل على الهومو. هندخل دلوقتي على هومورك اللي خاص بالمينيمم ديفيجن فقط في الفيديو ده، وهيبقى البارت اللي جاي هيبقى خاص بالفيم بريزم فقط اللي هو بقية الليسون. نبدأ كده. نمبر 1 بيقول when the prism is being in the minimum deviation position, the refractive index of the prism is determined from any relation. The refractive index زي ما قلنا هي الكبير على الصغير في المينيمم ديفيجن. طبعا معظمكم ممكن يغلط ويختارها بي. لا طبعا غلط. لا يا مستر، ما انت لسه موريها لنا ساين الفا بلس ابكس على 2 اوفر ساين ابكس على 2. ايوه بس ال 2 مكتوبه غلط. ازاي يعني؟ يعني المفروض الصح بتاعنا اهو ساين، وجوه الساين براكت كبير الفا نود بلس الابكس اوفر ال 2، يبقى ال 2 تحت الالفا بلس الابكس مش تحت الساين. اوكي اختلفت، وهنا نفس الكلام ساين براكت ابكس اوفر 2. اوكي ماشي، يبقى اجابه دي غلط. طب ينفع ايه؟ ساين فاي 1 على ساين سيتا 2. طبعا مينيمم ديفيجن زي ما قلنا ان اللي بره قد بعضه واللي جوه قد بعضه. يعني هيكون عندك الفاي 1 هتساوي السيتا 2 هتساوي فاي نوت. ده اللي بره، اللي جوه هيكون عندك ثيتا 1 بتساوي الفاي 2 بتساوي ثيتا نوت. فينفع نقول فاي 1 على سيتا 2؟ طب ما هو الفاي 1 قد سيتا 2 كده لان هتكون ب 1. لا برضه غلط. المفروض بقسم الكبير على الصغير، والكبير طبعا فاي نوت. طب ينفع نقول فاي 1 على فاي 2؟ اه صح، فاي 1 هي الفاي نوت، فاي 1 هي الفاي نوت، وفاي 2 هي سيتا نوت. صح كده، يبقى هو قسم كانه قسم فاي نوت على سيتا نوت، يبقى الاجابه فعلا سي. فيا جماعه لو سمحتوا ما نتسرعش ونختار الاجابه خلاص، مش بالشبه. هي الفيزيكس مش بالشبه، الفيزيكس بالتركيز. اوكي طيب اللي بعد نمبر 2 if the deviation angle for a light ray that passed through equilateral triangle prism يبقى الابكس ب 60 in the minimum deviation. وضح لك اهو هي مينيمم، هو لا اما هيقول لك مينيمم ديفيجن لما يقول اللايت ريفراكت بارل تو ذا بيز، لما يقول لك وايت لايت ديسبيرس. فالمينيمم ديفيجن بتاعتك 30، يبقى دي الالفا نود. يبقى انا معايا الفا نود معايا ابكس. هو عايز ايه بقى؟ عايز الانجل اوف انسيدنس اللي هي المفروض فاي نود المينيمم ديفيجن. اما الالفا نود بتساوي 2 فاي نود ماينس ابكس، يبقى ال 30 equal to phi node minus the apex of 60. يبقى الفاي نود هتودي ال 60 ناحية الثانية تبقى 90 divided by 2 هتبقى 45. يبقى الإجابة الأولى B. طب وعايز بعد كده emergence. طب ما هو emergence اللي هي سيتا 2. طب ما هي السيتا 2 بتساوي الفاي 1 بتساوي فاي نود، يعني الاثنين قد بعض 45. بس كده مش محتاجين نحسب حاجة. نمبر 3 the object graph shows the relation between، طبعا ده الجراف اللي احنا عارفينه الالفا والفاي نود، وبوينت اكس هي اللي عند المينيمم ديفيجن. يبقى على طول ال 30 ديجري دي هي الالفا نود اللي على الواي اكسس، وال 45 هي الفاي نود اللي على الاكس. يبقى انا معايا اتنين جيفن، الفا نود وفاي نود.
هو عايز الابكس انجل. طب برضه نفس القانون، الفا نود ايكوال 2 فاي نود ماينس ابكس. الالفا نود ب 30 ايكوال 2 في ال 45 كده ناقص لك الابكس، هتجيبها تطلع 60. بعد كده طلب الابسوليوت ريفراكتيف اندكس اوف بريزم، يعني ان بريزم في حاله المينيمم دلوقتي طبعا هتساوي الساين، خلي بالكوا اكتبوه صح، الفا نود بلس ابكس اوفر 2 براكت كبير جوه الساين على ساين الابكس اوفر 2. يبقى احنا هنعوض على طول بالالفا اللي هي 30 والابكس ب 60، بس كل حاجه معاك. تعويض مباشر تطلع معاك بي روت 2. طب عايز الاميرجنس، احنا لسه قايلين برضو ان السيتا 2 هي الفاي 1 اللي هي بتساوي فاي نود، وفي المساله دي 45، فخلاص تطلع الاجابه سي. نمبر 4، a triangular prism has an apex 60 degrees. ادي ال A refractive index root 2. Then the angle of deviation عايز الالفا، and the angle of incidence عايز الفاي، بس at minimum deviation. او خلي بالكم لازم ايه تركزوا في قراية المسألة، هي minimum ولا مش minimum. لو مش minimum نرجع لليسون 4 ونطبق الرولز، لو minimum يبقى احنا في ليسون 5. يبقى هو عايز الفا نود وعايز الفاي نود. طيب الالفا نود ممكن نجيبها بطريقتين، يا اما ب 2 فاي نود ماينس الابكس، بس انا في الحاله ديت انا معايا ابكس بس مش معايا فاي نود هو عايزها اصلا، يا اما هجيبها بقانون الان بريزم في المينيمم ديفيجن اللي هي ساين، ونكتبه صح، الفا نود بلس ابكس اوفر 2 على ساين الابكس اوفر 2، يا اما الطريقه دي يا اما الطريقه دي. طيب انهي الطريقه اللي تنفعنا هنا؟ الطريقة التانية، لأن أنا دلوقتي معايا الـ N أصلا بروت 2، تعويض على طول ساين الألفا نود إحنا عايزينها بلس الأبكس اللي هي 60 أوفر 2 على ساين الأبكس أوفر 2 يعني فاين 30. شيفت سولف على طول، خلي الألفا نود إكس، هتطلع الألفا نود تطلع ب 30، يبقى أكيد الإجابة إيه؟ طب نتأكد بقى، عايزين نجيب الفاين نود. طالما عوضت طبعا بألفا ب 30، يبقى 30 إيكوال 2 فاي نود ماينس الابكس ب 60، كده فاضل لك فاي نود هتجيبها فعلا تطلع 45. يبقى التشويس ايه؟ اللي بعده نمبر 5، if a light rays incident on an equilateral triangular prism، يبقى كده الابكس ب 60 undergo a minimum deviation. تمام، the second angle of incidence يعني الفاي 2 هتساوي كام؟ في حالة المينيمم ديفيجن الفاي 2 بتساوي ثيتا 1 ايكوال ثيتا نوت، وساعتها الثيتا نوت بتبقى نص الابكس، ابكس اوفر 2. طب الابكس ب 60 يبقى الثيتا نوت ب 30، يبقى الاجابه تشويس ايه؟ السؤال اللي بعده نمبر 6 بيقول a light rays incident on an equilateral triangular prism، برضه ادي الابكس ب 60. If the angle of incidence اللي هي الفاي 1 equal للـ angle of emergence اللي هي الثيتا 2 equal 40، يبقى احنا كده في المينيمم ديفيجن، يبقى دي كده معانا فاي نود equal 40. عايز بقى الـ angle of deviation، الالفا نود هتبقى 2 فاي نود ماينس ابكس، بسيط يعني 2 multiply 40 ماينس الابكس ب 60، فهتطلع معانا 20 choice A. طيب بعد كده عايز الـ refractive index of prism، ان البريزم على طول الماتيريال وقلنا نكتبه صح، هيبقى ساين الالفا اللي احنا جبناها بلس الابكس اللي هو ب 60 اوفر 2 على ساين الابكس اوفر 2 60 اوفر 2، طلع معانا 1.29 choice C. نمبر 7 بيقول a glass prism in which a light ray has deviated with an angle equal its first angle of incidence equal to 60. يعني الالفا equal للفاي نود equal 60 والابكس ب 60 هي كمان، فعايز منك الريفراكتيف اندكس اوف بريزم. طيب معنى دي ايه؟ معناها ايه ان الالفا بتساوي الفيرست انجل اوف انسيدنس، معناها ان احنا في المينيمم برضو ديفيجن، والابكس ب 60 فالابكس بتساوي مجموع الانجلز اللي جوه،
فالالفا لما تساوي الانجل اوف انسيدنس بتاع اللايت يبقى كانك في المينيمم بالظبط. يبقى انت لما تيجي تجيب الان يبقى تشتغل بالقانون اللي قلنا عليه ساين الالفا اللي هي 60 بلس الابكس ب 60 برضو اوفر 2 على ساين ال 60 اوفر 2، فبتطلع الان بتاعتك روت 3 اللي هي سي. طيب والالفا اللي هي في 60 ديت المفروض بتساوي 2 فاي نود اللي هي 2 في 60 ماينس الابكس في 60، فهو ده اللي هيوصلها ل 60. عشان كده احنا في المينيمم ديفيشن، انت رايح دماغك اول ما يقول لك ديفيتد بنفس الانجل اللي نزل بيها، هي الجمله دي كده كتبها عندك في النوت، يبقى ده معناه ان احنا ان اللايت حصل له مينيمم ديفيشن، اقل ديفيشن حصل ان هو يديفيت بنفس الانجل اللي نازل بيه. السؤال رقم 8 بيقول a light rays incident with an angle phi 1 on one of faces equilateral triangular prism، يعني الابكس ب 60. خدوا بالكوا برضو لازم يحدد ان البريزم ده مينيمم ولا it gets refracted by angle 30. دي كده في ثيتا 1، استنى بقى كده ركز معايا، الابكس ب 60 والثيتا 1 ب 30، مش كده الابكس دبل الثيتا 1؟ طالما حصل ان الابكس دبل دبل اي انجل من اللي جوه، يبقى الاثنين انجل اللي جوه قد بعض ونص الابكس، يعني دبل الثيتا نود، يبقى انا كده حققت المينيمم ديفيشن. او لا اما تجيب الانجل الثانيه هتقول 60 ايكوال ثيتا 1 ب 30 بلس فاي 2، فالفاي 2 هي كمان هتطلع ب 30، يبقى ده معناه ان الفاي 2 قد الثيتا 1، يبقى كده البريزم في الـ او اللايت في المينيمم ديفيجن. سو ماتش قال لك ايه اللي هيحصل للديفيجن انجل اوف لايت راي اللي هي الالفا. فالالفا دلوقتي هي اصلا كانت ايه؟ كانت مجموع الانجلز اللي بره ناقص الابكس، فدلوقتي اصبحت 2 فاي نود ماينس ابكس لان اللايت بقى في المينيمم ديفيجن. حلو حلو. ولو انا عايز اجيب فاي نود لوحدها هتبقى الفا بلس ابكس اوفر 2، ايا كان الشكل اللي يعجبك اكتبه. طب دلوقتي بيقول ايه اللي هيحصل للالفا ديت او ديت ايا كان لو زودت او قللت الفاي 1 باي 5 ديجري، يعني زودت على الفاي 1 5 ديجري او قللت منها نقصت منها 5 ديجري 5 ديجري. طيب ركز كده، هو انا لو زودت، نبدا الاول بزودت، لو زودت الفاي 1 ب 5 ديجري بلس 5 يحصل ايه الثيتا 1؟ هي كمان تزيد بلس 5 لان كل اتنين انجل قصاد بعض دايركت مع بعض، يعني بدل ما الثيتا 1 هتبقى 30 هتبقى 35. حلو كده؟ حلو. طب يحصل ايه لفاي 2؟ هتقل اكيد ب 5، يعني هنقص منها 5 لان فاي 2 عكس الثيتا 1. طب يحصل ايه؟ ما هو اللي هيزيد هنا لازم يقل هنا عشان تفضل الابكس محافظه على الرقم بتاعها اللي هي 60. طب يحصل ايه لثيتا 2؟ الثيتا 2 هتزيد بقى او هتقل هي كمان ب 5. هقول لك طب ازاي الكلام ده مش هيحصل بقى؟ ليه بقى؟ لان فاي 1 هتساوي ثيتا 2 لان احنا بقينا في المينيمم، والثيتا 1 هتساوي فاي 2. يعني انا عايز اقول ايه؟ ان مهما زادت الفاي 1 الالفا برضو هتزيد، الديفيجن بتاعنا هيزيد. ليه الديفيجن هيزيد؟ هقول لك انا دلوقتي خلاص عرفت ان انا في المساله دي ان انا في المينيمم، ان انا في الحته دي. هو بيسال بقى على الالفا ديت عامه يحصل لها ايه لو الفاي 1 في البدايه زادت، فتبدأ الألفا تبدأ تزيد 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 أو قلت حتى. يعني لو أنا دلوقتي، هو أنا في المينيمم يا جماعة، يعني إحنا دلوقتي في الفاي نود، ركز بقى معايا، دلوقتي في البوينت دي، إحنا دلوقتي فين؟ في البوينت ده عشان تفهم السؤال. الفاي نود لو زادت مش الألفا هتزيد؟ آه. طب والفاي نود لو قلت مش الألفا برضو هتزيد؟ آه والله صح، الجراف اللي قلنا عليه، فالجراف ده مهم جدا.
فالمساله عرفتك ان انت فين، الانيشال بوزيشن منين، الانيشال بوزيشن فين، ان انت هنا، انت هنا عند منطقه المينيمم. زودت الفايل الفا تزيد، قللت الفايل الفا تزيد، يبقى في الحالات كلها الالفا تزيد، يبقى تشويس بي ديفيجن انكريز وديفيجن انكريز، سواء انكريزنج فاي 1 او ديكريزنج فاي 1. امال ايه يا مستر انت شرحته هنا؟ الكلام ده لو ما كانش البريزم في المينيمم ديفيجن، يعني ليسون 4، لو كان البريزم في الديفيجن العادي. فده معنى الجراف اللي حصل. فالسؤال هيكون اجابته بي. السؤال اللي بعده نمبر 9 بيقول the ratio between the refractive index of the material of a triangular prism for a violet and the refractive index of material for the same prism for a red. يعني ان فايلوت على ان ريد، طب ما هو الانات عكس الويفلنس، يعني ايكوال ويفلنس ريد على ويفلنس فايلوت. طب وانت عارف ان ويفلنس الريد ب 700، ويفلنس الفايلوت 400 بس، يعني الريشيو ده تديك جريتر ذان 1، كانك بتقسم 700 على 400 هيدينا ريشيو جريتر ذان 1، فتبقى الاجابه ايه. وده سؤال يعتبر سؤال قديم. نمبر 10 the ratio between the division angle of a violet and division angle of red، يعني in a triangular prism في المينيمم ديفيجن لازم يحدد. ففي المينيمم الالفا نود انفيرس مع الويف لينث، نفس الكلام انا هقسم الفا نود الريد، سوري الفايلوت الاول، على الفا نود الريد، فده يدينا ويف لينث ريد على ويف لينث فايلوت، وبرضه greater than 1 لأنك كأنك بتقسم برضه 700 على 400. السؤال اللي بعده في number 11 if a narrow beam of a white light falls on one of faces of triangular prism at the minimum deviation which of the following figure show how this beam of light disperses. بيقول لك نقي الفيجر الصح اللي يحصل له ليصل الوايت لايت ايه disperse into 7 curves. طبعا فيجر ايه غلط لانه بادئ بالفايلوت، المفروض المينيمم ديفيجن هيكون ريد وبعدين فايلوت، وفيجر بي بادئ هو من ريد لفايلوت بس عمل disperse في الريرر، المفروض dispersion هيحصل في الدنسر، فلا برضو فيجر سي بقى عمل dispersion في الدنسر فعلا وبعدين خرج للريرر، بس برضو الترتيب غلط، المفروض الريد الاول لانها مينيمم ديفيجن، الانحراف هنا بسيط، يبقى المفروض طبعا الاجابه دي انحراف بسيط قوي في الريد وانحراف باين جدا في الفايلوت، التانية ديت باينه قوي في الفايلوت لان انا لو عملت اكستنشن كده اكستنشن كده هتبان الالفا كبيره، لكن لو عملت في الريد هيبان الالفا صغيره جدا، فالالفا نود بتاعت الريد زي ما قلنا صغيرة بالنسبة للألفا نود بتاعت الفايلوت، علشان الألفا نود زي ما قلنا برضو انفيرس مع الويف لينث، فطبعا ويف لينث الريد كبيرة يبقى الألفا نود بتاعتها صغيرة، ويف لينث الفايلوت صغيرة يبقى ألفا نود كبيرة، فيبقى اللي تشوز دي. في نمبر 12 بيقول the opposite figure represented dispersion of white light by the glass prism. الوايت لايت خرج لسبع ألوان. So the light rays X, Y, and Z might have colors of A. والله على حسب ترتيب الألوان روي جيبيف، احنا الأول بنبدأ بالريد يبقى أكيد هتبقى B أو C، ثم بعد الريد أورنج، بعد الأورنج يلو، طبعا مفيش في التشويسز أورنج بس في يلو، يبقى بعد الريد يلو، يبقى أنا بفكر أكيد في C أكيد، وبعد اليلو المفروض جرين، مفيش جرين بس في بلو، خلاص يبقى بعد اليلو بلو، بس هو ده ترتيب الالوان، يبقى الاكس ريد الواي يلو الزد بلو، بس ده ترتيب الالوان، مش شرط يكون كل الالوان ورا بعضها ماشي على حسب السؤال، المهم يكون الترتيب صح. نمبر 13 بيقول the opposite graph shows the relation between the second angle of incidence اللي هي الباي 2 and the first angle of refraction. حلو، كنا قلنا عند بوينت اكس هيكون الابكس، وعند بوينت زد برضو الابكس، يبقى الابكس ب 60. عند بوينت واي بقى بيكون الاثنين انجلز اللي جوه قد بعضها، واضحه جدا 30 و30، يبقى دي مين السيتا نود، يبقى معنى كده ان اللايت في المينيمم ديفيجن،
بيقول لك if the angle of minimum division ب 30 فعلا دي كده مين؟ الالفا نود. طب انت عايز ايه؟ عايز الريفراكتيف اندكس اوف بريزم، عايز ان بريزم. طب ما ان بريزم بتساوي ساين الالفا نود بلس الابكس اوفر 2. اتفقنا احنا لو عايزين نجيب الان محتاجين بس معلومتين، الالفا بكام والابكس بكام على ساين ابكس اوفر 2. طب ما انت معاك كل حاجه، يعني تبقى ساين الالفا نود ب 30 بلس الابكس من على الجراف ب 60 اوفر 2 على ساين ال 60 اوفر 2. فالكلام ده هيطلع معانا بالحسابات كده سريعا، يعني ساين 90 اوفر 2 يعني ساين 45 فوق على ساين ال 30 تحت، هتطلع بروت 2 بالظبط، يعني تشوز ايه؟ طب بيقول بعد كده ذا انجل اوف امرجنس، يعني عايز لما يكون المينيموم ديفيشن، يعني عايز ثيتا 2 لما تساوي فاي 1، يعني عايز الفاي نود. طب ما الفاي نود هي الساين اللي فوق اصلا، ما هي الفاي نود هي الالفا نود بلس الابكس اوفر 2 ببساطه، يبقى الفاي نود اللي هي تكون 30 بلس 60 اوفر 2 يعني 45 تشويس سي. كده يبقى خلصنا سؤال 13. لو تلاحظوا يا جماعه ان الاسئله بص بتتحل بسرعه ازاي في المينيمم ديفيجن، تحس ان ليسون 5 اسهل من 4 او يعتبر سبيشال كيس من 4، الكيس بتاعت المينيمم يعني، لكن ليسون 4 المساله كانت بتطول شويه معاك. السؤال نروح بعد كده على نمبر 14. 14 بيقول ايه؟ in the opposite graph represent the relation between ال phi 2 وال theta 1، وده الجراف القديم اللي احنا عارفينه. طب بيسأل على ايه بقى؟ so the position of minimum division represents by point ايه بقى؟ اكيد point B، لان point B عندها الاتنين هيساووا بعض، يبقى في هنا theta node وهنا في كمان theta node، فالاتنين angles هيكونوا قد بعض، فطبعا نختار ال choice B. طيب سؤال سهل جدا، السؤال اللي بعده نمبر 15. تعالى نقرا البريزم على طول، هنا 40 يبقى هنا 50، هنا 30 يبقى هنا 60، فواضح كده ان الانجلز اللي بره مش قد بعض، يعني واضح كده ان اللايت مش في المينيمم ديفيجن. اوكي اللايت كده مش في المينيمم ديفيجن بتاعه. طيب انت عايز بقى، بيقول لك لو المينيمم ديفيجن اصلا ب 45، يعني ايه لو المينيمم ديفيجن 45؟ يعني لو اللي بره سووا بعض واللي جوه اكيد هيساووا بعض، فساعتها هتبقى الالفا نود ب 45. ماشي طب انت عايز ايه؟ بيقول لك what is the possible value of angle of division for a light that passed through the prism. هو عايز الالفا العادية، الالفا العادية اللي هي مجموع الانجلز اللي بره اللي هي 50 plus 60، دي الانجلز اللي بره minus الابكس. فدلوقتي بيقول لك ممكن تبقى كام؟ what is the possible value for the angle of division، يعني ممكن تبقى كام بالظبط من الارقام دي. اوكي طيب تعال نجرب، تعال نجرب. انا دلوقتي معايا الالفا نود ب 45، دي المينيمم اللي هي المفروض المينيمم دي عباره عن ايه؟ الالفا نود دي عباره عن 2 في الفاي نود ماينس الابكس. طب ما هي الفاي نود دي يعني المفروض ان اللي بره قد بعض، طب هل اللي بره هيكونوا قد بعض ب 50 ولا هيكونوا قد بعض ب 60 ولا هيكونوا قد بعض برقم تاني خالص؟ ما ممكن يكونوا قد بعض برقم تاني خالص. حلو يبقى احنا دلوقتي القصه كلها في ايه؟ ان احنا عايزين نجيب الالفا بس مش معانا الابكس، ولا في القانون ده ولا في القانون ده، والفاي نود ديت برضو مش معانا، احنا مش عارفين هم هيساووا بعض بكام تقريبا. فتعال نجرب، تعال نجرب. انا دلوقتي هو الانون الوحيد بتاعنا هو الابكس. اوكي لو انا اشتغلها مينيمم ديفيجن يبقى المفروض الابكس اللي هي الانجل ديت هي عباره عن الدبل بتاع الانجل دي ودي، الدبل بتاعهم يعني، ان المفروض اللي جوه دول اللي جوه سواء ده او ده اللي جوه هيكون في تناول حاله المينيمم، حاله المينيمم ديفيجن. تمام فانا لو اعتبرت هو 2 في كام ناقص الابكس يديني 45، يعني هي دي القصه ان الالفا نود بتاعتنا ب 45. فانا لو اعتبرت ان الالفا العاديه بتاعتنا مثلا ب 50، انا يعني هجرب من ورا لقدام، يعني هجرب من دي وبعدين سي بعدين بي بعدين ايه. اوكي
لو اعتبرت الالفا بتاعتنا ب 50، طيب عوض 50 هنا كده ايكوال 50 بلس 60 يعني 110 ماينس الابكس. طب تعالى نجيب ابكس، هتبقى 50 ماينس 110. طبعا 50 ماينس 110 تديني نيجاتيف 60، والنيجاتيف هيروح مع النيجاتيف تديني الابكس ب 60. انا بس ايه عايز اتاكد ان انا صح. تعالى نعوض الابكس هنا، اوكي يبقى 45 ايكوال 2 في الفاي نود ماينس 60. عايزين بقى نجيب دلوقتي الفاي نود. طب الفاي نود هتساوي ايه؟ هيبقى 45 بلس 60 ديفايدد باي 2، فالفاي نود هتطلع 52.5. ايه ده، انا كده عرفت ايه؟ ان الانجلز اللي بره لازم تكون ب 52.5، الانجلز اللي بره اللي هي ال 50 لا هتكون 52.5، وال 60 هتكون 52.5 علشان الالفا تكون، علشان الفا نوت تبقى ب 50، سوري عشان الفا نوت تبقى ب 45. طب يعني كده الالفا مظبوطه، ان هي الالفا العاديه تكون ب 50 بحيث ان الابكس تكون ب 60، يعني ده كده منطقي. اه منطقي. ليه بقى منطقي؟ لاني حضرتك لو انت عايز الفا عاديه، فالالفا العاديه لو رجعت للجراف تاني، لو رجعت جراف هي المينيمم ديفيجن بتكون في النص عند فاي نود عاديه اللي هي المفروض اللي احنا جبناها 52.5 عند الفا معينه اللي هو مدهاني في المساله ب 45. حلو، معنى انك بعدت عن المينيمم يعني الالفا هتزيد، سواء الفاي دي زادت او قلت، ودي قلناها قبل كده من سؤال، ودي برضو الالفا هنا هتزيد. فانت بتدور دلوقتي عن ان الالفا ممكن تزيد عن ال 45. فهمتوا حاجه؟ يعني دلوقتي المينيمم بتاعنا 45، يعني المفروض انا بدور على الفا اكبر من المينيمم، لان هو بيقول لك ممكن تبقى الالفا بكام في حاله لو ما كناش مينيمم، يعني البريزم في الحاله العاديه، يبقى الالفا لازم تزيد عن الرقم ده، سواء انت هتزود فاي او هتقلل الفاي. يبقى اكيد مش هختار ال 45، لا اختار اللي بعد ال 45 اللي هي ال 50. طيب مستر انا اتلخبطت، لا ايه ده، ايه ده كله ده، لخص لي الدنيا بسرعه. بص يا سيدي الخصها لك، اظبط ابسطها لك، سوري ابسطها لك. بص يا سيدي، احنا دلوقتي فهمنا من البريزم ده ان احنا في المينيمم في ديفيجن ولا لا؟ لا، لان دي 50 بعد طبعا الباقي من ال 90، ودي كام؟ 60 الباقي من ال 90، ففهمت ان اللي بره مش قد بعض، يبقى ده not at minimum، انا مش في المينيمم. حاضر، طالما انا مش في المينيمم يبقى نرجع للجراف بقى بتاعنا كده، يبقى اكيد، يبقى اكيد انا لا اما بعيد عن المينيمم فالالفا كبيره، او قبل المينيمم فالالفا برضو كبيره. في كل الحالات لو انت بعدت عن المينيمم فالالفا هتبقى اكبر من الالفا مينيمم. الالفا اللي هي ايه؟ اي رقم من دول، اي رقم من دول هيكون اكبر اكيد من الالفا نود. الالفا نود نفسها هو مديها لك ب 45، فدايما يا جماعه ايه، خلي الجراف ده في بالكم، خلي الجراف ده في بالكم محفور جواكم كده. فهو مدينا الالفا نود ب 45، خلاص اهي المينيمم ديفيجن بتاعنا ب 45. هو عايز ايه بقى؟ عايز الالفا للبريزم ده. طبعا الالفا في البريزم ده زي ما قلنا كده هي مجموع الانجلز اللي بره 50 بلس 60 ماينس الابكس. هتقول لي طب ما انا مش معايا ابكس، هتوقعه يعني؟ ممكن تتوقعه وتعمل الستبس اللي فاتت، او ممكن تبقى ذكي، ما هي الالفا هتزيد عن ال 45، يبقى اكيد مش هختار 45، هختار اللي بعدها اللي هي ال 50. بس كده، دي الفكره كلها بكل بساطه، ان انت تبقى كده فوق المينيمم سواء ناحيه اليمين او ناحيه الشمال. تمام، نروح للسؤال اللي بعده. نمبر 16 بيقول the opposite figure show a triangular prism where a light ray fall on faces at an angle phi 1 and emerge from the other face at angle theta 2. ما وضحش هو مينيمم ولا ايه؟ تعال نكتشف. ايه ده، ده اللي جوه 30 واللي جنبها كمان 30، ايه ده، ده الاثنين قد بعض ب 30، يبقى احنا في المينيمم والحمد لله، يبقى لازم phi 1 تبقى قد theta 2. بس كده خلص الكلام.
يبقى انت لما تيجي تقسم الاثنين على بعض ساين فاي 1 على ساين ثيتا 2 لازم يديني 1 تو 1 لان هم هيبقوا ايكوال. ما هو طالما اللي جوه قد بعض لازم اللي بره يكون قد بعض، هو ده شرط المينيمم ديفيشن. نمبر 17 بيقول ان اوبزيت فيجر تو سيت ذا بريزم ان مينيمم ديفيشن بوزيشن، عشان تخلي البريزم في حاله المينيمم ديفيشن، يعني تخلي اللي بره قد بعض وتخلي اللي جوه قد بعض. دلوقتي انا ملاحظ ايه؟ ان ال 20 مش قد ال 40 اكيد. طب انا عايز ال 20 توصل لل 40، عندك حل. ما هو الفاي 1 هي اللي بتاثر على اللي جوه، فانت محتاج ال 20 تزيد صح؟ محتاج ال 20 تزيد، يبقى لازم فاي 1 تزيد. لو فاي 1 زادت وصلت لسيتا 2، يبقى ده معناه ان اللي جوه ان ال 20 اكيد هتوصل ل 40. يعني احنا هنزود فاي 1 بحيث انها توصل لمين؟ توصل لسيتا 2. فهنتاكد على طول ان ال 20 هتوصل لل 40 على طول، فكده هيبقى اللي جوه قد بعضه واللي بره يكون قد بعض، فكده وصلنا للمينيمم. يبقى الاجابه تشويز A، increase the angle of incidence phi 1. طيب السؤال اللي بعده، نمبر 19، at triangular prism has an apex angle equal 1.5 alpha node. يعني الابيكس 1.5 alpha node where alpha node is minimum angle of deviation. كده انا فهمت ان البريزم اللايت داخله بالمينيمم ديفيشن. while the prism becomes a minimum when a light ray falls on one of faces at an angle of incidence phi 50. يبقى دي على طول phi node، طالما angle of incidence في المينيمم، يبقى دي الانجلز اللي بره فاي نود اللي هي الفاي 1 والسيتا 2 مع بعض. hence the refractive index، عايز الان. الان عشان اجيبها انا قلت لكم في المينيمم ديفيجن محتاج معلومتين، محتاج الالفا نود ومحتاج الابكس، لان هي ساين الفا نود بلس ابكس اوفر 2 على ساين ابكس اوفر 2. طب انا معايا ايه؟ انا مش معايا ولا الفا نود ولا ابكس، انا معايا فانكشن ان الابكس 1.5 الفا نود. طب ما تيجي نعوض، ما هي الالفا نود اصلا قانونها 2 فاي نود ماينس الابكس. طب ما تيجي نعوض ان الالفا نود تبقى عباره عن 2 فاي نود، يعني 2 في 50، ما هو مدينا الفاي نود ب 50 ماينس الابكس اللي هي 1.5 الفا نود. شفت انا عملت ايه؟ عوضت عن الابكس ودي الفا نود. طب ما انت ممكن تعمل شيفت سولف على الكالكوليتور، هنا اكس وهناك اكس، وتجيب على طول الالفا نود حضرتك، فالالفا نود هتطلع ب 40 بالظبط. يبقى الابكس 1.5 في ال 40 يعني 60. طب خلاص شكرا، المعلومتين هم. يبقى عوض هنا، يبقى الالفا نود 40 والابكس ب 60، وتحت برضو الابكس ب 60 اوفر 2، تطلع الان بتاعتك 1.53. موضوع بسيط وسهل جدا. السؤال اللي بعده، The opposite figure illustrates the deviation of a light ray through the prism of refractive index root 3. دي كده الـ any prism. طيب جميل، انت عايز ايه؟ عايز الـ first angle of incidence الفاي، وعايز الـ angle of deviation، بس ما وضحش ان البريزم ده مينيمم ولا لا. طب تعالى نشوف، دي 120 والسايد ده قد السايد ده ايسوسلس، فانا يبقى ده طبيعي الانجل دي قد الانجل دي، يبقى كده احنا في المينيمم طالما اللي جوه قد بعض. بكام بقى؟ هتعمل 180 طبعا عشان تجيب كده السيتا نود، ما اللي جوه خلاص بقى قد بعض. 180 ماينس 120 واللي هيطلع هنعمله ديفايدد باي 2، يبقى 180 ماينس 120 هيدينا 60 ديفايدد باي 2 يبقى 30. يبقى اللي جوه هنا 30 واللي هناك برضو 30، يبقى على طول الابكس هي الدبل دبل اللي جوه، لان دي الابكس في حاله المينيموم ديفيجن، يبقى بتبقى ب 60، يبقى الابكس بتاعتنا ب 60. حلو، انت عايز ايه بقى؟ انا عايز الفاي اللي بره. طب ما هي الان اصلا بتساوي ساين اللي بره او ساين الكبير على الصغير، يعني ساين فاي المفروض فاي نود بقى على ساين سيتا نود اللي هي 30. يبقى كده نقدر نجيب فاي نود على طول، اضرب ده في ده واعمل شيفت ساين عشان تجيب فاي نود، يبقى فاي نود هتطلع ب 60. حلو الكلام. بعد كده انت عايز حضرتك الالفا،
ما هو الالفا هو ما قالكش بقى دي الفا ايه، بس انت فهمت ان اللايت دلوقتي في المينيمم ديفيشن، يبقى دي الفا نوت، يبقى على طول دي الفا نوت. الالفا نوت بتساوي 2 في الفاي نود ماينس الابكس، يعني 2 في ال60 اللي احنا لسه جايبينها ماينس الابكس برضه ب60، فتدينا برضه 60، يبقى التشويس بتاعنا هيكون دي. نروح للسؤال اللي بعد كده، نمبر 21. نمبر 21، the opposite figure show an isosceles triangular prism. يبقى ناخد ال 45 دي نقصها من ال 180 ونقسم divided by 2، تديني هنعمل 180 minus 45 واللي هيطلع divided by 2 هيطلع 67.5. يبقى دي 67.5 ودي كمان 67.5. حلو. بعد كده قال لك الابكس ب 45 ما هي باينه، and made of transparent material if a light ray fall on one of its faces at an angle 30 at the phi 1. انا لسه مش عارف هي مينيمم ولا لا. and get refracted inside the prism parallel to base. هي دي بقى الجمله اللي بينت ان احنا في المينيمم ديفيجن. انا كاتبها لك كلها كي ووردز، يعني من ضمن الكيوردز ان هو ريفراكت بارلل للبيز زي ما انت شايف. يبقى ده معناه ان الانجل دي قد الانجل دي بالظبط اللي هي 67.5، يبقى الانجل اللي جوه الباقي من ال 90 22.5، ودي برضو تبقى زيها 22.5، يبقى اللي بره قد بعضه، يبقى دي كمان 30 لان احنا بقينا كده ايه مينيمم ديفيشن، يبقى اللي بره قد بعضه واللي جوه قد بعضه. طب انت عايز ايه؟ عايز الانجل اوف اميرجنس، يعني عايز الانجل اللي بره 30، دي ميزه المينيمم خلاص خلصت. طب عايز الانجل اوف ديفيجن، هتبقى الفا نود بقى لان احنا مينيمم، يبقى 2 فاي نود ماينس الابكس 2 في 30 يعني ماينس الابكس 45 تطلع 15. عايز الريفراكتيف اندكس ان بريزم كل حاجه معاك الكبير على الصغير، ساين اللي بره اللي هي 30 على ساين اللي جوه اللي هي 22.5 تطلع 1.31 ابروكسيميشن. الموضوع يا جماعة بسيط جدا لأن المينيمم ديفيجن بتحل هوا هوا بالظبط. طب نيجي لسؤال بقى 22، ده آخر سؤال في فيديو النهاردة، لأن إحنا كده نكون وصلنا للفين بريزم وده البارت التاني بإذن الله من اللسن. نمبر 22 بيقول the apex angle of triangular prism at the ab60، refractive index بتاع البريزم دوت 1.5، and if it's submerged in a liquid whose refractive index 1.3. ده كده in a liquid then the minimum angle of deviation. يعني هو دلوقتي عايز ايه؟ عايز الالفا نود. طب ما هو الالفا نود لو معايا فاي نود كنت استخدم كون فاي نود، بس انا دلوقتي معايا النات، يبقى هنجيب الان بريزم الكبير على الصغير 1.5 على 1.3، الكلام ده ايكوال ساين الالفا نود اللي احنا عايزينها بلس ابيكس اللي هي 60 اوفر 2 على ساين الابيكس اوفر 2. ان هو اوريدي مديها لك مينيمم انجل اوف ديفيجن، فنستخدم القانون بتاع الان في المينيمم ديفيجن. كده الارنول الوحيد مين؟ الالفا نود تطلع ب 10.5. طيب السؤال اللي بعده عايز الفيرست انجل اوف انسيدنس في بوزيشن المينيمم، يعني عايز فاي نود. طب ما هي الفاي نود ببساطه هي الانجل اللي فوق في الان في الساين، يعني الفا نود بلس الابكس اوفر 2. الالفا نود 10.5 بلس الابكس اللي ب 60 اوفر ال 2 تطلع معانا ب 35.25. وبكده الحمد لله نبقى احنا كده خلصنا فيديو البارت الاولاني من ليسون 5. انتظروا البارت الثاني ان شاء الله من ليسون 5 اللي هو اسئله الفيم بريزم وريفيجن الفيم بريزم برضه باذن الله. أشوفكم على ألف خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.